وللمزيد من النقاش حول أزمة الرواتب المستمرة وفشل الحكومة في تدبير موارد بديلة لسد العجز الناتج عن انهيار أسعار النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس السياسي العراقي المستقل السيد أمير المفرجي. مرحبا بك معنا عبر سكايب. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخيرات. موظفو بغداد يشتكون من تأخر رواتبهم، اللجنة المالية البرلمانية تقول إن عائدات النفط لا تكفي لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين، هل هو اعتراف ضمني بعجز الحكومة عن إيجاد بدائل أم هو هروب للأمام برأيكم؟ من الطبيعي أن ما يحدث الآن في العراق خصوصا ما يتعلق بالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة في العراق منذ أن جاء الاقتصاد الأمريكي وسلم العراق إلى عدة مجموعات وأحزاب، كل حزب كان عليه أن يسرق من ميزانية الدولة. إذن المشكلة هي ليست مشكلة اليوم، المشكلة هي مشكلة الأمس وقبل الأمس. عادل عبد المهدي عندما جاء أعطى خزينة الدولة خاوية ولا حتى فلس فيها. إذن المشكلة هي مشكلة النظام السياسي العراقي، مشكلة ما أقيم في العراق من نظام أقيم على الفساد وعلى نهب الأموال العامة. كيف تريد من أن دولة أن تكون لها خزينة يعني طبيعية تشبه بخزائن الدول العادية وحتى الدول الأفريقية؟ ولكن المشكلة في العراق هناك أموال تذهب، وكما تفضلتم في تقريركم الغني، هناك أموال تذهب إلى الفضائيين، هناك أموال تذهب إلى الميليشيات، هناك حتى أموال تذهب إلى إيران عن طريق أذرعها في إيران. إذن هذا هو السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية في العراق. تكلمنا عن انخفاض في سعر النفط، ولكن النفط كان سعره في الأمس أحسن من يعني ما نشاهد الآن، ولكن المشكلة كانت هي نفس المشكلة. نفس المشكلة، لأن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على مورد واحد على ما يبدو، ولم يعني يكن هناك بدائل خلال 17 عاما الماضية. كيف يمكن أن تتغلب هذه الحكومة على المشكلة إذن؟ من الطبيعي يعني للجواب على سؤالك الكريم يعني نريد أن نتكلم عن رد فعل حكومة لمشكلة اقتصادية. ولكن المشكلة في العراق هي هو ليس هناك أسس دولة لها أسس تخطيطية اقتصادية في العراق. الأمريكان وهم الآن يدفعون الثمن، الأمريكان يدفعون الثمن، أرادوا من العراق أن يكون مشتت بين تجمعات ومجموعات تستطيع أن لا تعطي للعراق وزنه السياسي والاقتصادي. إذن الأمريكان أولا يتحملون هذه المشكلة، لأن في العراق ليس هناك دولة، هناك أحزاب، كل حزب له خزينة، كل حزب له يعني تخطيط لأمواله، ليس هناك وجود دولة، لم يبنى بالمعنى الحقيقي لدولة من قبل الأمريكان. فلهذا ليس هناك اقتصاد عراقي، ليس هناك صناعة عراقية، ليس هناك يعني أمان لجلب الشركات ولجلب يعني من لهم الاختصاص في بناء العراق. الكل يعرف في المنطقة العراق فقط هو الذي يعني أصبح في هذه المشكلة. مشكلة النفط هي يعني مشكلة عامة على الدول المنتجة للنفط، ولكن العراق بسبب أسسه التي جاء بها الأمريكان أصبح دولة نهب ودولة يعني مشاكل ودولة فساد. لاحظ ما يحدث في الشارع العراقي، الأمراض يعني الماء، عدم وجود الكهرباء. العراق هو بلد غني من أغنى بلاد العالم، هذه الحالة. هل اللجوء إلى الاقتراض سيحل المشكلة، سيحل أزمة الرواتب، أم سيفاقم مشاكل قادمة في مستقبل العراق؟ يعني لماذا لا تفكر الحكومة، ربما لا يوجد حلول، لا أعرف يعني لا يوجد حلول أخرى سوى الاقتراض، لكن هل فعلا هذا الحل هو حل يعني جيد بالنسبة للحكومة وللشعب؟ سيدي العزيز، عندما نتكلم عن اقتراض لا يعني أن الأموال ستكون يعني على قولة العراقي ببلاش، ما حد ينطينا فلوس ببلاش. صحيح. هناك الاقتراض، يجب تسديد الاقتراض. هل العراق باستطاعته أن يسدد ما سيقرض في المستقبل؟ أنا في نظري لا. العراق إذا اقترض من البنك الدولي، وكما سمعنا في الوقت الحاضر ومن بعض البنوك، سوف تكون هناك يعني
نقاط يجب أن ينفذها العراق. هل العراق قادر أن ينفذ هذه النقاط؟ أنا في نظري لا، لأن العراق، لاحظ ما يحدث في العراق، القتل والنهب والمشكلة، يعني مشكلة الفساد ومشكلة إيران، الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق. إذا العراق ليس في المستوى المطلوب في أن يكون كدولة تستطيع أن تقترض وثم تسدد، ومن ثم من يعني الأجيال القادمة، كيف تستطيع هذه الأجيال القادمة من يعني تحمل هذا العبء الذي هو عبء اقتصادي كبير؟ إذا سيزيد من الطين بلة وسيذهب إلى العراق إلى المجهول. هذه الحقيقة يا سيدي. تمام أستاذ أمير، عندما نقرأ خبر مثلا أن اللجنة المالية النيابية البرلمانية تقول أن رواتب الفضائيين ومزدوجي الرواتب تكلف خزينة العراق ملياري الدولار شهريا، فلماذا لا تفكر الحكومة في هذا البند؟ يعني هذا أسهل البنود التي قد تعود على ميزانية الدولة بكثير من الأموال المهدرة. أولا الحكومة العراقية، وكما شاهدتم وشاهد الشعب العراقي بأن حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي حكومة يعني تقول بالأفعال ولكن الأعمال هي أعمال يعني لا تستطيع أن تنفذها، لأن الوضع الداخلي العراقي لا يسمح. نعم. لقد سمحت القوى التي جاءت إلى العراق بدخول إيران إلى يعني الجهاز السياسي والاقتصادي للعراق. إذا العراق لا يستطيع أن يكون يعني في هذا يعني الوضع، لأن الوضع الداخلي لا يسمح بذلك. وشيء ثاني، يعني أكو شيء آخر يعني يجب أن نقوله، بأن السيد مصطفى الكاظمي إذا لاحظنا ما يفعل، مصطفى الكاظمي لا يمثل سياسة عراقية بحتة، ولكن هو يمثل ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية، وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر هو عدم وجود صراع يعني مباشر بينها وبين إيران. إذا مصطفى الكاظمي لا يستطيع أن يخرج العراق من هذا المأزق، ولكن هو ينفذ يعني الأجندة الأمريكية. وبهذه المناسبة الولايات المتحدة الأمريكية وعدت السيد الكاظمي بالمزيد من الأموال. نعم. أشكرك على السياسة العراقي المستقلة سيد أمير المفرجي، كنت معنا عبر سكايب من باريس.